شاهدوا يا جدعان ملاهي الدخلة ومنظر الألعاب وشكلها الرائع. يعني دي أول حاجة معانا اللعبة القطر الأرضي دي للأطفال طبعا، زي ما شايفين منظر ها جميل جدا ورائع. تمام دلوقتي هنا برضو في اللعبة دي مش عارف اسمها ايه، اسمها قطار كبير، مكتوب عليها قطار كبير يا جدعان اهو. ودي منظرها وشكلها الرائع، حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. بصوا ده منظر الألعاب، ودي منظر برضو بتاعت أعياد دي، يعني مش عارف اسمها ايه، تكون من سلاسل صغيرة طبعا، كلها ألعاب عيال يعني هنا الحتة دي. وبصوا دي مش عارف لعبة ايه، تقريبا اسمها لعبة مش عارف ايه، سنجيل صغير حاجة صغيرة كده. المهم حاجة للعيال. ودي منظر لعبة المرجحة وشكلها الجميل، طبعا دي لعبة مرجحة عادية خالص. طبعا دي لعبة السلاسل وعرة جدا جدا، من أقوى اللعبات تقريبا اللي ركبتها. هذه السلاسل من أقوى اللعبات اللي ركبتها، وده شكلها الجميل حاجة يعني. ده منظر البحر وشكله الجميل والرائع. بصوا كده على منظر الألعاب، شكلها جميل جدا ورائع، حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. بسم الله ما شاء الله. وبس كده هنا في ألعاب تاني هناك تقريبا قليلة بس للعيال. وده منظر البحر، وده منظر العيل وهي بتلعب، شكلها الجميل حاجة جميلة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. طبعا سعر هذه اللعبة، سعر التذكرة هو 10 جنيه، وأغلب الألعاب 7 جنيه، بس اللعبة دي ولعبة العربية. طبعا لعبة العربيات ما وريتها لكمش، هوريها لكم دلوقتي، من أحسن الألعاب تقريبا هنا زي ما شايفين لعبة العربيات. يلا وده شكلها الجميل، يعني لعبة جميلة جدا ورائعة زي ما شايفين، شكلها الجميل جدا. بسم الله ما شاء الله. وبس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو، ما تنساش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة وتشجعنا في هذه القناة. زي ما شايفين منظر الألعاب جميلة جدا، اسمعوا ده منظر الألعاب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.